أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعالى نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. إنه القرآن الكريم مشاهدين الكرام، نرحب بكم مشاهدين ومتابعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم ربيع القلوب في نسخته الرابعة على قناة حضرموت الفضائية. هذا البرنامج يأتيكم برعاية كريمة من مجمع الصديق القرآني النموذجي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. في مستهل هذه الحلقة نرحب بأعضاء لجنة التحكيم مشاهدين الكرام، نبدأها برئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس، وفضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك، وفضيلة الشيخ عبد الله بن رجب باصديق. حياكم الله مشايخنا الفضلاء. سيكون معنا في هذه الحلقة المتسابق جهاد محمد أحمد والمتسابق أحمد محمد قطن. نتمنى لهما التوفيق واجتياز هذه المرحلة والوصول إلى المرحلة المتقدمة من عمر هذا البرنامج. الآن نبقى مع أول المتسابقين ومع لجنة التحكيم. نرحب بالمتسابق جهاد محمد أحمد، وأنا أود منك أن تختار سؤالا. السؤال الرابع عشر. اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي
ما كان للنبي أن يكون. انتبه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أتريدون عرض الدنيا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. واصل. تريدون عرض الحياة. اقرأ. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والله غفور يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أحسنت وبارك الله فيك. السؤال الثاني من قول الله تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. نساء سورة النحل موضع النحل. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي هي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حسبك أحسنت وبارك الله فيك فتح الله عليك. صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى تلاوة المتسابق جهاد محمد أحمد. الآن سنستقبل وإياكم ثاني المشاركين معنا في هذه الحلقة المتسابق أحمد محمد قطن.
نرحب بالمتسابق أحمد محمد قطن، ونود منه أن يختار سؤالا. السؤال الخامس عشر، اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أحسنت تبارك الله فيك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى من سورة الحج: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان عيد الآية مرة ثانية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا من نبي وما أرسلنا قبلك من رسول والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم أحسنت بارك الله فيك صدق الله العظيم استمعنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى تلاوة المتسابق أحمد محمد قطن نتمنى له التوفيق ولزميله أيضا أن مشارك معه في هذه الحلقة المتسابق جهاد محمد أحمد الآن وحتى يتسنى للجنة التحكيم أن يظهر نتائج هذه الحلقة وملاحظاتهم على تلاوة المتسابقين سنتوقف لحظات مع هذا الفاصل بعده نعود إليكم فاصل بعده نواصل مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل دعونا الآن نتجه مباشرة إلى لجنة التحكيم
ليطلعونا على نتائج هذه الحلقة وأيضا ملاحظاتهم على تلاوة المتسابقين معنا في هذه الليلة. سنستمع إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن رجب الصديق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كانت هذه الحلقة تمتاز يعني يمكن نقول حلقة ماتعة، تمتاز بقوة الحفظ وحسن الأداء من المتسابقين، واللجنة ترى أن هناك ملاحظات على المتسابقين. المتسابق جهاد محمد أحمد، ملاحظة هي أن الياء من حروف اللين تأثر بالطاء، نعم، تفخيما، فقال طيبة، وينبغي أن يعطي الياء حقها من الترقيق طيبة. أما المتسابق أحمد قطن فكذلك حصل هناك تفخيم للواو، مسومة، والياء حرف أو الواو حرف في هذه الحالة لين، فينبغي أن يعطيه اللين مسومة. وبارك الله في المتسابقين وفي جهودهم، نفع الله بهم والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أما فيما يتعلق بالنتيجة النهائية فضيلة الشيخ أبو هاشم، النتيجة النهائية لهذه الحلقة، المتسابق جهاد محمد أحمد حصل في الحفظ على 78 درجة، وفي التلاوة على 19 درجة ونصف الدرجة، مجموع درجاته 97 درجة ونصف الدرجة. والمتسابق أحمد محمد قطن حصل في الحفظ على 79 درجة، وفي التلاوة على 19 درجة ونصف الدرجة، مجموع درجاته 98 درجة ونصف الدرجة. بارك الله فيه. شكرا لك فضيلة الشيخ. هكذا مشاهدين الكرام أتت نتائج هذه الحلقة. نبارك للمتأهل معنا إلى المرحلة القادمة المتسابق أحمد محمد قطن، فيما أيضا لا ننسى أن نشكر المتسابق جهاد محمد أحمد على هذا الأداء المتميز وهذا الحفظ المتقن، ونتمنى له التوفيق في مسابقات ومنافسات قادمة. بهذا نكون مشاهدينا الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. غدا بإذن الله تعالى نلتقيكم، إلى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأمي اقرأ باسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. بسم رب العالمين، واجعل العالم يرقى بالكتاب المستبين. ينشرح للكون صدرا، ينجلي باليسر عسرا.